بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور صبحي عويس، أستاذ بكلية الطب الأزهر الشريف. دايجاستريك ماسل. الدايجاستريك ماسل من الحاجات المهمة، العضلات اللي بتيجي أسئلة بوست وأندر جراديوال. أول حاجة عايزين نعرف إلها مجموعة كاركترز الدايجاستريك ماسلز، عايزين نتكلم عليه. الصورة باينة هي أدي الدايجاستريك ماسل بوستيرو بيلو في دايجاستريك وأدي الأنتير بيلو في دايجاستريك ماسل. أول حاجة إن هي الديفولبمنت بتاعها من اتنين أرش، الأنتيرو بيلي بتيجي من الفيرست فارنجال أرش، والبوستيرو بيلي بتيجي من السكند فارنجال أرش. كمان بتتكون من اتنين بيلز، انتيور بيلز وبوستيور بيلز. كمان لها نيرف سبلاي، اتنين نيرف سبلاي. الانتيور بيلز بيلي بتاخد من المانديبولار نيرف، والبوستيور بيلي بتاخد من الفيشيال نيرف. الاكشنز بتاعها لها اتنين اكشنز، تعمل اليفيشن للهيويد بون، وكمان تعمل ديبريشن للمانديبول. يبقى الكاركترز بتاعتها اتنين 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 اتنين، ان هي اتنين بيلز كونكتد مع بعض بانترميديات تندون، ديفولب من اتنين ارش، الها اتنين نيرف سبلاي، الها اتنين اكشنز. ده الكاركترز العامه بتاعت الدايجاستريك اوريجن اوف دايجاستريك ماسل. ادي الانتيرو بيلي بتطلع من المانديبولار فصه، بتاخد من الدايجاستريك فصه اوف ذا مانديبول اللي انا بشاور عليها دي. كمان البوستيرو بيلي بتاخد من الماستويد نوتش، موجوده على الميديال سيرفيس اوف ذا ماستويد بروسيس. الاثنين بيلز دول بيتحدوا مع بعض بانترميديات تندون، والانترميديات تندون بيروح يعمل انسرشن اندايركتلي في الهايويد بون، عن طريق ان هو بيخش في تانل من الديب فاشيا، الديب سيرفايكال فاشيا تانل موجوده، والفاشيا دي ماسكه في البودي اوف هايويد بون. يبقى الانسرشن بتاعها بيكون في الهايويد بون عند اندايركتلي بانترميديات تندون. النيرف سبلاي بتاعها الانتيور بيلي بياخد من نيرف تو مايلو هايويد، اللي هو عباره عن جزء جاي من المانديبولار نيرف. البوستير بيلي بياخد من الفيشيال نيرف. الاكشنز بتاعها احنا عارفين الاكشن بتاعها، الانتيور بيلي بتعمل اليفيشنز لمين؟ للهايويد بون، والبوستير بيلي بتعمل برضك اليفيشن للهايويد بون، وفي نفس الوقت الاثنين بيعملوا، الانتيور بيلي بتعمل ديبريشن للمانديبول. الريليشن اوف دايجاستريك ماسل. الانتيرو بيلي الريليشن بتاعتها، ادي هنا الصوره انتيرو فيو زي ما احنا شايفين، ادي الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك، وهنا البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، وادي الانترميديات تندون بيعدي من التانل من الفاشيه، ودي الهايويد بون. يعني دي الصوره انتيرو فيو بنشوفها. طيب هنشوف هنا ايه السوبرفيشال ريليشنز للانتيرو بيلي اوف دايجاستريك، سكين وسوبرفيشال فاشيه وديب فاشيه وبلاتيزما ماسلز. طب الديب ريليشنز اللي تحت منها بيكون في ايه؟ المايلو هايويد ماسل، ودي موضوع سهل وبسيط خالص ما فيش فيها مشكله الانتيرو بيلي. لكن لو البوستير بيلي في دايجاستريك زي ما احنا شايفين كده، السوبرفيشال ريليشن ايه اللي هيكون مين؟ جزء من الماستويد بروسيس، ادي اول حاجه الابر بارت. كمان في جزء من المانديبول بيعمل لي كفرنج ليها، الانجل اوف ذا مانديبول، وجزء من الريمس اوف ذا مانديبول بيعمل لي كفرنج للبوستير بيلي في دايجاستريك. جزء من الباروتيد جلاند، كمان في السب مانديبولار سيرف جلاند بتعمل لي كفرنج لجزء من السوبرفيشال. يبقى السوبرفيشال ريليشن اتنين بون واتنين جلاند، الاثنين بون اللي هو الماستويد بروسيس، وكمان المانديبول، الاثنين جلاند الباروتيد جلاند، وكمان السب مانديبولار سيريفيرال جلاند. الديب ريليشنز، ودي اهم نقطه في الايه، في الدايجاستريك ماسلز. طيب الديب ريليشنز البوستير وولف دايجاستريك قسمناها فاسكولار ريليشن ونيرفس ريليشنز، وبدانا نتكلم عليهم. اول حاجه الفاسكولار ريليشنز اوف ذا بوستير وولف دايجاستريك بينقسموا لثلاثة ميجور فيزلز وثلاثة ماينور فيزلز. تعالوا نشوف الثلاثة ميجور فيزلز الموجودين. اكسترنال كاروتيد ارتري اهو واضح خالص، انترنال كاروتيد ارتري، كمان انترنال جاجولار فين. دول بيخشوا بيعدوا ديب للايه؟ للبوستير بول اوف دايجاستريك ماسل. طب الثلاثة ماينور فيزلز الموجودين تعالوا نشوفهم. اول حاجه الفيشيال نيرف، وده برانش طالع منين؟ طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. كمان في البوستيرو اوريكولار ارتري، وده بيطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري بيمشي مع الابر بوردر اوف ذا بوستيرو بيل اوف دايجاستري.
وكمان في واحد تالت رقم ثلاثة دون اسمه اوكسيبيتال ارتري، بيطلع من الاكسترن كاروت ارتري وبيمشي مع اللور بوردر. صورة جميلة جدا بتوضح لي الفاسكولار ريليشن، ثلاثة ميجور فيزلز وثلاثة ماينور فيزلز اتكلمنا عليهم. تعالوا هنشوف في هيكون في تاني، في هنا نيرفس ريليشن، هنلاقي في ثلاثة نيرفس ريليشن مهمين جدا. أول واحد اللي في المنتصف ده الفيجاس نيرف رقم 10 كرينيال نيرف، واللي هنا اللي بوستيرور ليه على طول مباشرة بيكون الاكسسوري نيرف اللي هو رقم 11 كرينيال نيرف، بيمشي وبعدين بيتجه باكوردز عشان يغذي الاسترنوماستويد والترابيزيوس ماسلز، وهنا انتيرو الجزء الانتيرو هنا ده من هنا الهايبوجلوسال نيرف، والهايبوجلوسال نيرف بيعدي وبيتجه انتيرو عشان يغذي الماسل اوف ذا تانج ماسكوليتشر اوف ذا تانج. يبقى في ثلاثه نيرفس ريليشن موجودين بيعدوا ديب لمين؟ ديب للبوستير بيل اوف ذا جاستريك ماسل رقم 10 و11 و12 اكرينيال نيرف. Thank you.